واحد في الحي اللي انا اسكن فيه في جدة عنده اثنين من عياله يطلعون كل يوم جمعة البحر يروحون يتمشون ويضيعون صلاة الجمعة، فيحترق قلب الاب على اولاده. قم يا ولد، قم يا ولد، اصحى يا ولد، اصحى يا ولد. فيتعب الاب على اولاده بالذات في المواسم، في ايام العيد وفي ايام الصلوات. الاب يبغاك تشرفه في كل محفل. الاب ما احد يتمنى في هذه الدنيا احد احسن منه الا ولده. ما احد يتمنى احد احسن منه الا ولده. هذه كلمه يقولها الشيبان وهي تراها حقيقه، لان ابوك يضحي كل شيء عشانك ويخسر كل شيء عشانك ويبذل كل شيء عشانك. فتخيل اثنين من الشباب رايحين البحر، قال لهم ابوهم يا عيالي اشتروا لي خبز، اشتروا لي عيش. قالوا يا ابويا ارسل فلان. قال يعني ما بتشتروا لي خبز؟ قالوا الا بس اننا متواعدين مع شباب وبنطلع، زي اللي بيروح يتمشى في 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 المخيمات ولا بيتمشى في المنتزهات. الاب زعل لانه ما يتاخر على عياله. قال روحوا، الله لا يردكم. بالله هذه الدعوه يدعيها كثير من الاباء ولا لا؟ عبد الله بن نعمه صاحبنا وش قال له ابوه يا شيخ لما جاء يسلم على ابوه وكان عمه عنده، سلم على عمه طاحت الولاعه من جيبه. قال ابوه تدخن يا عبد الله؟ قال لا والله يا ابويا ما ادخن. يقول ما ابغى اكسر بخاطر ابويا قدام عمي. قال لا والله يا ابويا ما ادخن. قال ان كنت تدخن فالله يكسر رقبتك. راح عبد الله مسبح مع الشباب. الان عبد الله 23 سنه مشلول، ما يتحرك منه شيء. اذا كان قاعد معي في محاضره يقول لي تكفى يا وليد اطرد الباعوضه عن وجهي، ما يقدر يطرد الباعوضه. واذا جاته حكه، مرة كنت انا وياه في ابها عندنا محاضرة، فكان اللي ولد عمه دائم يشله ويحطه، راح يشتري اغراض، فصار ينادي عبد الله يا وليد يا وليد جيت، قلت ايش عندك؟ قال تعال حكني في وجهي. ما يقدر يحك وجهه. عبد الله عنده التلفون ما يقدر يضغط الزر الاخضر بيده. وانت في صحة وفي عافية، فاطلب من الله سبحانه وتعالى الإعانة، واطلب الله سبحانه وتعالى الهداية، واطلب الله الجنة. الشباب اثنين قال أبوهم الله لا يردكم، راحوا غرق الأول والثاني كان يلعب ورقة. قالوا يا فلان قم أخوك غرق، راح ينقذ أخوه غرق معه. والله جابوهم جنازة الاثنين يحملون على أكتاف الرجال بدعوة أبوه عليه. انتبه انتبه، تطلع من البيت أبوك يدعي عليك، انتبه تطلع من البيت أمك تدعي عليك. والله ما تلقى التوفيق في الدنيا ولا الآخرة. محمد بن المنكدر يقول بت ليلة بت ليلة أغمز أقدام أمي، وبات أخي يقوم الليل، أخوه يقوم الليل وهو يغمز رجل أمه. يقول والله ما وددت أن ليلتي بليلته، ليلتي اللي أغمز فيها رجل أمي والله عندي تسوى الدنيا وما فيها. أقعد عند أبوك وأقعد عند أمك وترضاهم وقبل أقدامهم. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، قال يا رسول الله أتيتك من أرض اليمن وبايعك على الجهاد والهجرة. وش أعلى من درجة الجهاد؟ وش أعلى من درجة الهجرة في سبيل الله؟ وخرجت ولي أبوان يبكيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما. من اليمن، من المدينة إلى اليمن، قال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. تبغى نقبل إسلامك؟ تبغى نقبل هجرتك؟ تبغى نقبل جهادك؟ روح أرضهم وضحكهم مثل ما أبكيتهم. فرجع رضي الله عنه وأرضاه من المدينة يترضى أبوه ويترضى أمه. لا تطلع من البيت إلا وأنت ترضيتهم. لا تصيبك دعوة فيستجيبها الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا يردهن الله، ومنها دعوة الوالد. وانت ايها الاب ادعو لاولادك، لا تدعي عليهم. انتبه، يوافق دعوة مسلمة.